أنور بيك. أهلا وسهلا. مساء الخير ناريما. مساء النور. شهرزاد نامت؟ لا، هو لسه ما إجا. تأخرت كتير. طيب ما اتصلت؟ لا، كمان ما اتصل. حبيبي اشتقت لك. كيف كان العشاء؟ منيح. وانتي؟ منيح. ليش طولتي؟ حكينا بالمشروع وأخذنا الوقت. لو شفت الشباب قديش هم متحمسين للشغل. يعني عادي تاخدي كل هالوقت بالشغل؟ وشو فيها؟ ضروري هالعشاء. وضروري أنت تروح تسهر مع حبيبتك القديمة؟ لا تبلشي شهرزاد. ووداعكم كان حميم كتير لدرجة إنه ريحة عطر ياسمين معلقة عليك. بلا حكي فاضي هلا. أنا رحت ودعها، تعشينا وبس، ركبت سيارتها وراحت على البيت. ونحن كمان حكينا بالشغل. ملاحظ إنك عم تجرحني بحكيك هذا أنور؟ خلينا نسكر على الموضوع هلأ، برأيي هيك أفضل، أحسن ما نجرح بعضنا أكثر. تصبحي على خير. على راحتك. شعراتك كتير حلوين. عزبوكي؟ ورجيني لشوف، بجننوا. بلكي يوم السبت بعمل لك شي موديل وبتروحي على الدرس. بلشت؟ ايه طبعا، وبحط لك مثبت شعر بيطلعوا شغله وما بيتسعوا. جورجيت جدل لك شعراتك بن اروع. عم تجدل لي اياهم. صباح الخير. صباح النور. عم يقولوا إنه أمك مريضة، شو بها؟ قال مسافرة لعندها. مرت خالي قالت لي. قالوا لي على التليفون مبارح بالليل. سلامتها، إن شاء الله معها قلب بشر. شكراً إلك، إن شاء الله. أميرة، هاتي أمي لمشط لك شعرك. ماما رح تطولي عن تيتي؟ حدا تتحسن إن شاء الله. طيب وأختي بشرة؟ هروح أنا وياها، بس حاشتالكن كتير. هلأ خلصنا. شكرا. طلعوا كتير حلوين. خالتو أروى جدليلي شعراتك كمان. بنتي أنا عم مشطك. هتساوي لي يوم السبت موديل؟ من عيوني. ما ضل في حكي بابا، راح طلقها لفتون. أنا قررت. يا كمال، إذا استحقرت المرأة وهي ميتة شو ممكن يلي تعملوا بابني وابن جولييت؟ فيك تقلي بابا؟ يا ابني ما بيصير تتسرع بالحكم عليها. أنا عندي ولد بابا، فهمني، لأنه فتون ما بدي ياني يجيبه لهون روح زدته بالشارع مثل اليتيم. أنا تعبت منها وما بقى فيني اتحمل. خليها تروح وننهي هالقصة كلها بقى. يعني مصرة تتطلقي؟ ايه. أنا شو حيصير فيني طيب؟ لك مو معقول يا هاني، شلون بتفكر؟ شلون؟ أنا الخرب بيت وأنت عم تقول شو بدي يصير فيني؟ طيب قولي لي شو بدي ساوي؟ بس تروحي أنت، بأي عين بدي ضلني هون؟ أصلاً عيب عليك تضل هون. ها خالي ناهدة، عجبك اللي عم يساووه هدول؟ بين الرجال ومرته بيصير هيك شغلات؟ خليهم يقعدوا بقى ويحكوا ويتفاهموا. هاني كم مرة أنت متزوج لحتى تعرف شو بيصير بين الرجال ومرته؟ اتنين كبار وواعيين.
هذا قرار يصطفل بحاله. انت كنتي دائما ضد الطلاق، ليش هيك عم تحكي هلا؟ معناتها رأيي طلع غلط. يلا يلا انت روح على دراستك. يلا يلا. طيب فيني اتصل ببناتي؟ هنن بيتصلوا فيكي. طيب امتى رح شوفه؟ مرت عمي الله يوفقك. لا تقولي لي مرت عمي، فهمية بقى، أنا ما عدت مرت عمك. ما شاء الله كبران. الأسبوع الجاي رح أخده على الدكتور، لازم أسأل مشان موعد لقاحاته. ما هيك ابني؟ طبعا طبعا. يا مام شو آخرتها شغلة يا ابني؟ أي شغلة بابا؟ يا ابني هذا الولد فيه له أب. أنا أبوه، الولد مسجل على اسمي. إيه بعرف هالشي، بس إذا طلع أبوه الحقيقي وقال بده الولد شو حنعمل؟ ما له عندي شي، القصة سهلة. طيب ما له عندك شي، بس في شي اسمه محكمة. المحكمة ما بتعمل شي. يا ابني عم أحكي لمصلحتك، لا تعلق حالك وتعلقنا فيك كل هالقد. إذا شي يوم إجا وأخده غصب عنا حنتضايق كلياتنا عليه. بابا أنت مزعوج من وجودنا هون؟ ليش عم تحكي هيك يا ابني؟ أصبح القصة محلولة. أمي بعد ما يشرب الولد حليبه لازم تخليه يتدشى وبعدين حطيه بحضنك هيك عمهلك ودقي له شوي شوي على ظهره. ماشي؟ شو مفكرني أول مرة بحمل ولد صغير؟ مين رباك أنت وأخوك؟ ماشي أنا رايح على الشغل، موبايلي معي، إذا صار أي شي حاكوني. يلا. لا تاكل هم بابا، هداك الحقير لو بده إياه كان إجا وأخذ الولد من زمان وما خلاه معي. وهلأ شو بدنا نساوي؟ يلا حبيبي كل البيض لشوف. بس اليوم مو جاي على بالي البيض. ما في شي اسمه مو جاي على بالي. عن جد ما بدي. كنان افتح تمك يلا. ايه ما بدي اكل بيض. يلا افتح تمك بقى. انور بيك. مرحبا. يلا بدك تفضلي. لا تعيطي على ابني. بابا انور. حبيبي. اوب. ماما بدي تطعميني بيض غصب عني. عن جد؟ كنان ما بده ياكل بيض اليوم يا ماما. بلاها. لا تتدخل لو سمحت. تعالي نروح نغير ثياب. انا اسف شهرزاد. لا تلمسني انور. شو بدك اكثر؟ ما انا اعتذرت منك. شو بدك قول؟ قلك اني غلطانه ما معي حق ازعل لانك ما وثقت فيني؟ شغلي ما لها علاقة بالثقة يا شهرزاد. وبشو لها علاقة؟ شو بدك أعمل أنور؟ معك حق، مو قصدي. خلص سامحيني. حبيبتي بشرى. خليني بوسة. بشرى رح اشتقلك كتير، انتي ما رح تشتاقيلي؟ ماما ليش عم تبكي؟ تاتا في شي؟ بشرى لا ولا شي حبيبتي. شوفي هي شوفي. انا رح اطمن عليها، رح اهتم فيها مشان تطيب بسرعه. رح ترجعي دغري ما هيك؟ ماشي حبيبتي، بس تطيب ستكن رح ارجع. يلا هاتيها هلا بيجي الاوتوكار. يلا يلا تعي.
العاصمة مو مثل قيصري أبداً، هون كتير عجقة. إيه معك حق، أنا هون ما بعرف شي، وفي كم غرض محتاجتهم، ولازم أنزل على السوق لأنه ناقصني كمان كتب. طيب أنا باخدك، استنيني بعد الدورة بجي باخدك ومنروح سوا. ومنه منعمل جولة. ما شاء الله عليك يا هاني، اختك على وشك انه تتطلق وانت اكل هم تعرف اروع على البلد. عن جد دمك شو بارد. اجا مقادر؟ ايه اجا وعم يستناكن برا. ماما حكيتي لبابا مشان ياخدني على دورة الرسم؟ يلا بنتي يلا بسرعة. ايه تيتي. جورجيت، أميرة. ديروا بالكم على حالكم. ماشي، وانتي كمان سلميلي على تيتي، بصيلي اياها كثير. ماشي. اهتموا بدروسكم منيح. ماشي. لا ماشي. رح اشتاق لك ماما. يلا باي ماما. استنوا طالع معكم. الخطأ ما بيتعالج بخطأ مثله يا فتون. مو لأنه كمال خانت مع وحدة، انت بتروحي بتعملي مثله وبتخونيه. مع السلامة حبيبي. شهرزاد. تركني أنوار. أنا سويت هيك لأني بموت عليك. بس كتير زودتها. معك حق. مو بيدي يا شهرزاد، غصب عني بغار عليكي. عم تزعلني أنوار، عم تزعلني كتير. آسف حبيبتي. يا عمري سامحتيني؟ لا. طيب وهي؟ نص نص. رح أخرك عن شغلي شوي، شو رأيك؟ مستحيل يا عنيدي. بابا راح ما؟ راح، كلهم راحوا. شوي تانية بده يرجع آدم مشان يوصلها على المطار لفتون. منيح جولييت. بتكون سمته للولد؟ ما قلت صار عمره حوالي شهرين؟ بتكون سمته. بتعرفي ماما؟ ما حغير له اسمه. ليش حدا قال لك غير له اياه يا ابني؟ اعمل اللي بتشوفه منيح. انا مشتاق له كثير. ما سألت البنت اللي خبرتك شو سموه؟ لا ما سألتها. نعمت، نزلي لي شنطاية بشرة من فوق. فتون رايحة. شو ما بدك تودع؟ لا. كمال وينه؟ ليكو بالمطبخ. Thank you.
خلص نحن رايحين يا كمال. ما بدك تقول شيء؟ الله معك. ما بدك تبوس بشرى؟ سامحني يا كمال، أنا سامحتك وأنت فيك تسامحني. فتون، آدم صار برا. ما كان بدي غير شوية محبة. فتون ما قدرت تعطيني إياها. لما حبتني جولييت قلت هي هي. بس والله ما كنت بعرف. ما كنت بعرف إنه رح نوصل لهون. ماتت. ماتت. مين راح يستقبلك لما توصلي على قيصر؟ فاديا بنت اختي هونيك. ايه، بطاقة الائتمان تبعك معك؟ معي. اذا لزمك شي هنيك اتصلي بعمك. حاضر يا حبيبتي. اديتا انت حبيبتي يعني. يلا راح تتأخري عن الطيارة. مرت عمي خليني بوسه بترجاكي. الله يوفقك. بس سامحيني. يلا روحي هلا. انا سامحتك. اتصلي فينا. مثل ما بدك. يلا اختاري شي فيلا مشان نروح نشوفها. طيب شوفي في هي حلوة كتير، شو رأيك؟ بس شو رأيك، مو بعيدة؟ لا مو بعيدة، ما مشكلة. انت ما حبيتيها اصلا. طيب شوفي هي يمكن تعجبك. لا هي حلوة. لو ما عطيتهم هداك البيت كنا هلأ عم نفرشه. قصدك كان لازم نكون متزوجين من زمان لو ما تركتيني يوم العرس. شوفي شو روحتي علينا يا روحي. شو علي، هيك عطيتني شوية وقت لحبك أكتر.
يعني لهلا ما حبيتيني كتر خيرك والله. ورجيني غيرهم. ايه بس كمان في كم عرض تاني بس تركتهم فوق، رح جيبهم. هدول الوردات لأنور أقصال. شكرا. وقعي لي هون لو سمحتي. شكرا. عفوا. أنور إجاك ورد. ورد؟ مين باعتهم؟ ما بعرف. ما في كرت بقلبهم؟ مبلا. شوفي إذا سمحتي. دقيقة. أنور، أنا بعتذر منك مشان تصرفي بهديك الليلة، بس شكراً على الذكرى اللطيفة اللي رح أحملها بقلبي. ياسمين. لقيت أربع فيلل بيطيروا العقل، رح يعجبوكي. من مين الورد؟ من ياسمين. من ياسمين؟ بس لشو بعتي ورد؟ أكيد بتعرف منيح. ليش عم تعتذر منك؟ شو عملت؟ ما عملت شي، بس شربت كتير وسكرت مشان هيك. شكلها حنت للأيام القديمة. شهرزاد لو سمحتي. شوف أنور، ياسمين بعت لك بقت ورد ومعها رسالة حب وغرام. مين شجعها لتعمل هيك؟ لا تكبري الموضوع هيك، ياسمين صديقة قديمة، أنت بتعرفي. ياسمين مو بس صديقتك القديمة، وحبيبتك كمان. مين بيعرف شو كنتوا عم تعملوا؟ تركت لها ذكريات لدرجة إنه ريحة عطرها معبقة فيه كانت. شو صاير بيناتكم؟ ولا شيء، شو بده يصير؟ نحن بس تعشينا وشربنا. رحت وصلت على بيتها، هذا هو كل شيء صار، صدقيني. وصلت على بيتها؟ مو على الأساس راحت لحالها؟ شهرزاد شو بتفرق إذا وصلت أنا ولا راحت لحالها؟ ليش كذبت علي أنور؟ طيب، بعرف إنك مو حاببتيها لياسمين فخفت تفهميني غلط. معناتها في شغلات ممكن أفهمها غلط، ما؟ قلتلك ما صار شي. الرسالة في وراها شي، إلا معنى ما عم بفهمه. شو بدي أحلف لك؟ شهرزاد، شو عم تساوي؟ شهرزاد لو سمحتي. أنور تركني، تركني. في زبون بده يشتري البيت يا ست ياسمين من برات البلد، وهلا ساكن بالفندق. قلت له فهمته انه ما فيني سلمه البيت غير لحتى سافر. ايه طبعا، مو مشكله، بيستنى. ايه اذا بده يشتري. عفوا. انور وصلك الورد؟ هديك الليله حطيتك بوضع صعب، انا اسفه مره تانية. يكتر خيرك على الاعتذار، بقت الورد حطتني موقف أصعب من الأول. شو قصدك؟ ما كان في داعي تكتبي هالرسالة، لأنه أنا بعرف من زمان حقيقة مشاعرك. شهرزاد معقول قرتها؟ أنا كتير آسفة، عن جد كتير آسفة. صدقني أنا ما توقعت أنه ممكن شهرزاد تقراها. أكيد عملت مشكلة بيناتكم، ما؟ خلص صار اللي صار. شكراً على الورد. أنور، إذا بدك أنا بحكي مع شهرزاد وفهمها القصة. لا شكراً، ما مشكلة. أنا آسفة، وشو فيني أعمل؟ قل لي. ما في مشكلة، عادي. شكرا كتير. مو قصدي أنور.
هلا الزلمة عم بيطلب تنزلي له السعر شوي، بس مو مشكلة منحلها. أكرم بيك. قولي. عم قول لحالي إنه أنا ماني مضطرة أستعجل ببيعه. مثل ما بدك، وهلا شو قوله للزلمة؟ ما رح أبيع. طيب، مثل ما بدك. باي. لا تفكر إني رح رد سيد أنوار. شهرزاد لا تكبري القصة. مرحبا بشار. أهلين شهرزاد. أنا ما كنت رايحة اليوم على المكتب، بس عم قول بلا ما نضيع وقت أكتر من هيك، فإذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش. طبعاً أكيد جاهزين. طيب لكن نلتقي بعد ساعة. خلص بعد ساعة. ماشي يلا باي. عمي برهان؟ شو في يا هاني؟ عندك مشكلة؟ أختي حتتطلق ما هيك؟ والله يا ابني أنا حاولت أقنعهم كتير بس ما مشي الحال. إذا اتطلقوا أنا ما بيصير أبقى قاعد هون، ما هيك؟ لازم روح. لوين؟ ما بعرف، برجع على قيصري وخلص بترك جامعتي، ما فيني أدفع وأنت مو مضطر تدفع لي. لا تقول هيك يا ابني، أنت بتعرف برهان بيك ما بيترك حدا بنص الطريق. بعرف عمو، بس يا ابني كل شي لحال. شو ما صار أنت بتضل خال حفيداتي الصغار، وإذا طلقت أختك من ابني كمال يعني أنت بتضل خال البنات. بس عمو برهان أنت مانك مجبور. مجبور أدفع لك مصاري الجامعة بس لأنك خال البنات؟ أنت أكتر واحد بيعرف أنه بقدم عيوني لأي شاب حابب يدرس، وأنت عم تدرس يا ابني وحتصير مهندس بعد كام سنة، وبنات أختك حيشوفوا حالهم فيك. هني صحيح قالوا بدهم يتطلقوا، بس شو بده يصير ما حدا بيعرف. إن شاء الله ما يتطلقوا بنوب يا عمي. لا تزعل يا ابني، لا تزعل حالك، كل مشكلة إلها ألف حل وحل. حتروح على المكتب اليوم؟ لا، شهرزاد قالت لي لا تجي، حأخذ جورجيت على درس الرسم. هيك لكان. يلا تأخرنا. برافو، هيك بدي إياك تدير بالك على بنات أختك. الله معك. يلا خالو. يلا انت روح دروس هاني، انا رح اخذها على درسها. خالتو ناهدة انت لا تعذبي حالك. يلا ابني يلا. طيب رح روح ادرس، شكل الهندسة ما انا سهلة ابدا. شو شايفك قاعد لسه ما جهزت؟ جاهز بابا. يلا خلينا نروح. عنا طحين أسمر؟ لا ما في أبدا. يلا منحط طحين عادي لكان. أوه شامم ريحة كتير طيبة. عم نعمل هريسة بالفرن، بتحبها؟ إيه بموت عليها. هاني افتح لي المطربان. إيه تكرمي. والله تغيرت طعمة الأكل بعد ما أجيتي، طبخك كتير طيب. طول بالك، إيه ما صار ليومين عنا. لسه ما عملت شي. والجاتو بجنن. عايدة هي اللي عملته صحيح؟ كيف طلع معك هيك عايدة؟ والله طعمته كتير طيبة. ايه. ما رحت تاخد جورجيت؟ لا خالته ناهد أخدتها. شو عندك اليوم؟ ولا شي بالبيت. إذا بدك بنروح على السينما. شو عليه ليش لا؟ موافقة يعني؟ فتون معها شوية حق يا ابني، احسبها بعقلك شوي، ما في وحدة بهالدنيا بتقبل بهالوضع. قصدي انه تربي ابن زوجها مع بناتها بنفس البيت،
اي معناته خلينا نحط الولد بالميتم ومنخلص من همه. مو انت يلي قلت لي روح دور على ابنك؟ قلت لك بعرف، وابنك من لحمي ودمي، بس كمان بالنتيجة هو من مرة تانية. راعي شعور هلا فتون شوي. بابا الله يخليك، أنا فكرت لك بحل هالمشكلة بس أمك ما عم تقتنع فيه. شو هو؟ عم قول خلي فتون تقعد بقيصري هالفترة، تقضي وقت مع أمها، ونحن منروح لعند أمها لجولييت ومنجيب الولد. بعدين؟ بعدين منبعده لعند عمتك فكرية وبتربي عندها، وانت بتصير تشوفه كل فترة. هيك بنطمن على تربية ابنك، وبنفس الوقت كمان بابا فهمني، انا وفتون مستحيل نقدر نعيش مع بعض. ايه الحق معك، هي حكت كلام قاسي بعرف، بس انا نفرت منها بابا، نفرت منها. انا وفتون مستحيل بقى نقدر نعيش تحت سقف واحد، مستحيل. يعني مصر على الطلاق؟ اي طيب، وإمتى حتقول هذا الشيء لبناتك؟ ما بعرف، وقته لسه ما اجى بابا. شو يا حلوة انتي هلا بأي صف صرتي؟ أنا صف أول. هالسنة بلشتي؟ إيه. كنان حيبلش السنة الجاية. ندوش شطورة وصارت تعرف تقرأ من هلا. عن جد؟ برافو عليك يا حبيبتي، شطورة. انتي بدك تشتغلي هون اليوم؟ ايه حبيبتي حنشتغل هون. اما عند الاجتماع والمربية اخذ اجازة هالاسبوع، ما تواخذيني اضطريت جيبها معي. ولا يهمك، هلا كنان ابني كمان جاي لهون، بيقعدوا بيلعبوا مع بعضهم. نسرين جاهزة؟ ايه جاهزة. نهنا اجينا. اهلك واجا. اهلين ناريمان. كنان تعال تعال. ليك تعالي حبيبتي. مرحبا. اهلين. يلا انا كنان. تعرف مرحبا. عليها. مرحبا. كنان شكله من هلا اجتماعي. نبلش شغل نحن؟ طبعا طبعا. يلا حبيبي انتوا روحوا العبوا هنيك. نسرين اعطينا سيدي المسودات. اليوم حنتعلم الرسم بقلم رصاص، جبتوا الادوات؟ ايه جبناهم استاذ. يلا لشوف. جورجيت. مرحبا استاذ سليم. اهلين، كيفك؟ منيحة. أمك جابتك لهون؟ فوتي لجوا. بدي أحكي معك شوي أستاذ سليم. شوفي يا خانم، أنا فهمانك، بس فتون يا ريت ما تضحك. تذكر اسم فتون على لسانك الوسخ. أنت لك خربت بيت وحدة من الزوجة يا حقير، أحقر وأوطى إنسان شفته بحياتي. ليش هيك عم تحكي معي؟ سكوت. الوضع اللي شفتكم فيه رح يندفن معي جوات قبري، وما حدا حيعرف فيه غير الله، وبنفس الوقت رح تترك هون كل شي حتى شغلك. كيف؟ رح أجي لهون الأسبوع الجاي، صدقني وحياتك إذا شفت وشك بهالمكان رح أمحيك ساعة من الدنيا كلها، ما بتعرف شو بعمل فيك. انت اكيد جنيتي، خدي حفيدتك وسجليها بمعهد تاني، انا قاعد هون ومالي رايح. طلع فيني. انت ما بتعرف مين انا. انا اسمي ناهدة اوليا اغلو، انا بقدر شرشحك وشرشح كل عيلتك. لازم تترك البلد رأسا، عم تفهم؟ اسمعيني، هذا باب رزقي. مو رايدي عيد اللي قلته، وجودك غير مرغوب فيه. اللي قلته واضح؟ عفواً، ممكن تجي شوي؟ خير أستاذ سليم. كملي أنت. حبيباتي، الأستاذ سليم مضطر يروح هلأ، رح نكمل سوا. أنت
معك. السقف إذا كان له قناطر بيمنع تراكم الثلج. أنا مالي يعني بالمدرسة. مضطرين نعمل له زوايا؟ لا ما ضروري نساوي له زوايا. أي منيح. يا أولاد أنا جبت لكم جاتو. يا سلام إجا الجاتو يا سلام. هاي لإلك. شكرا خالته. ما فيني رد عليكم هلا، رجاء اتركوا لي رسالة وبرجع بحكيكم. شهرزاد حبيبي، صرت بعت لك 3 رسائل. أنا بعرف إنك مزعوجة. لو سمحتي ردي. لو سمحتي. هاتي حبيبي. تفضلي. صحتين وهذا؟ مثل ما قلت لك بالاجتماع. اي يلا لازم نجيب مواد جديده تناسب المشروع. نلعب مره ثانيه. لا انت شهرزاد انور بك ام يتصل. انا بدي احكي معه. خليني احكي معه. استني. ان شاء الله خليني احكي معه. استنى شوي. اعطيني التليفون بدي احكي مع بابا انور. انا خالي ناريمان اعطيني التليفون بدي احكي معه. الو انور بك. ام بلا. مرحبا ست ناريمان. مرحبا انور بك. اعطيني التليفون. استني شوي انور بك. بابا كنان بدها تحكي معي. طيب هاتي. ألو بابا؟ حبيبي شو عم تعمل عندك؟ عم باكل جاتو أنا وندى. مين ندى حبيبي؟ بنته لعمو بشار. رحتوا مع عمو بشار على المطعم؟ لا نحن بالمكتب. ماما وعمو بشار عم يشتغلوا مع بعض. أعطيك ماما تحكي معه؟ هاتا. ماما بابا أنور بده يحكي معك. عفوا. ألو شهرزاد بعتلك 3 رسائل، ليش ما عم تردي علي حبيبي؟ كنا عم نكمل لعب. مشغولة أنور. مشغولة كتير؟ إيه. مشروعك المهم. أوكي كيف الشغل؟ مشغولة كتير هلأ، بنحكي بعدين. طيب ما راح أعطلك عن شغلك المهم. يلا باي. ماما بابا أنور بده يجي لهون؟ لا أروح. أيه وين كنا؟ لساتنا عم نحكي بمشكلة السقف. قمار. مرحبا خالي. أنا كمال أوليا أغلو. لكن هذا أنت؟ خالي فيني. تفضل فوت. وقتها راحت مشان تزور بيت أبو يمان. هونيك داخت ووقعت بالأرض. ما بعرف شو قالوا الدكاترة. يمكن صار معها جلطة. حاولوا كتير بس ما في أمل. يا ما حكيت معها لجوليت. قلت لها يا بنتي أنت حامل. احكي مع أبوك. خليه واقف جنبك. أنت شايف كيف وضعنا. حالتنا على قدك. لا في قدامنا ولا في ورانا. بس ما سمعت مني. فضلت تموت ولا تكسر نفسها وتروح لعندك. جوليت تزوجت هات؟ لكن شو بدها تعمل؟ ليش انت قويتها؟ كنت تسأل شو وضع هالبنت يلي حبلة منك؟ سألت إذا هي عم تاكل ولا عم تشرب؟